منذ أكثر من نصف قرن وسيارة بورشة 911 تحافظ على تصميمها الأساسي، ورغم قلة السيارات الرياضية المزودة بمحرك خلفي إلا أنها ما زالت تحافظ على صورتها الرياضية وسرعتها. أجلس هنا في سيارة بورشة 911 في الموديل الأحدث منها، أي تارجا 4S، وهذا يعني أن لدينا بدلا من محرك التنفس الطبيعي محرك توربو. من جانب آخر فإن سقف تارجا مزود بتجهيزة للطي، وهنا نطرح سؤالين. الأول هو، هل يعمل محركها التوربو الأصغر حجما بصورة أفضل حقا؟ والسؤال الآخر هو، هل لا زالت خاصية استخدام تجهيزة للطي السقف ملائمة لروح العصر؟ بالنسبة للمحرك فهو من الجيل التاسع تارجا 4S، وهو بسعة 3 لترات فقط بدلا من 3.8 لتر. الكمية الناقصة تم تعويضها بشاحن توربيني، وتزيد قوة هذا الموديل مقارنة بسلفه بعشرين حصاناً. أما استهلاك الوقود فانخفض بمقدار لتر بحسب الخط البياني، لكن انخفاض استهلاك الوقود هذا يظهر فقط عند القيادة ببطء لمسافات طويلة. أرغب بالطبع في قيادة السيارة وسقفها مفتوح، ولكن القيام بذلك لم يعد سهلا كما كان في سيارة كابريو 911 عادية، حيث يمكن فتح السقف بضغطة زر. حتى وإن كانت السيارة تسير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، لكن عندما أحاول ذلك الآن لا يحدث أي شيء. فمن أجل فتح السقف ينبغي التوقف التام أولا، إذن علي التوقف، ثم بعدها سيستجيب الزر للضغطة ويفتح السقف. بدءا من عام 1995 وحتى عام 2013 تخلت بورش عن سقفها التقليدي وأحلت محله سقفا من الزجاج. في عام 2014 أعيد السقف القابل للطي المدعم بقضبان، ووجد مهندسو الشركة في شتوتغارت طريقة لفتح وإغلاق السقف بصورة أوتوماتيكية كاملة، ويوضع السقف المطوي وراء المقاعد الخلفية. بما أنني توقفت الآن سأستغل الفرصة لإلقاء نظرة فاحصة على داخل السيارة الذي دخلت عليه تجديدات عديدة. لدينا هنا شاشة معلومات جديدة تبدو أكثر أناقة من سابقتها. لدينا أيضا ناقل الحركة في مكانه المألوف، وبعده هناك أزرار تستخدم لتوجيه مهام مختلفة. اختيار نمط قيادة السيارة الذي كان في الماضي موجودا هنا تم نقل مكانه إلى المقود، وهذه النقلة الجديدة تعجبني حقا. ورغم ذلك يجب أن أذكر أن هذه السيارة التي لا يقل سعرها في ألمانيا عن 130 ألف يورو تم صنع عجلة اختيار نمط القيادة فيها من البلاستيك، كان يمكنهم صنعها من مادة أفضل كما أرى. المظهر الخارجي طرأت عليه بعض التغييرات، ورغم ذلك فإن المرأة سيدرك فورا أنه أمام بورشة 911. في الخلفية تقنية تتكون من شبكة لتنقية الهواء موجودة في الدعامة الخلفية، يدخل الهواء من خلال الشبكة إلى المحرك التوربيني. عندما سمعت في البداية أن بورشة 911 ستزود كل فئاتها بمحركات توربو، شعرت بالقلق ككل المعجبين بالتقنية القديمة بأن ذلك سيتم على حساب صوت المحرك الجميل. لكن بعد تجربتي لهذه السيارة أجد نفسي متحمسا لهذا التغيير. عندما أضغط على دواسة الوقود أسمع في الخلف صوتا يشبه الصفير، وهذا الصوت جميل جدا. إنه صوت يوضح التقنية الموجودة في هذه السيارة، كما أن التخلي عن المحرك القديم يجعل قيادتها بالخاصية الرياضية أفضل. كما أن عزم الدوران الذي زاد بمقدار 60 نيوتن متر يساعد في التقنية الجديدة. عزم الدوران الأقصى يبلغ 500 نيوتن متر. في المحرك القديم يبدأ عزم الدوران الأقصى في نفس المستوى الذي يتوقف فيه عزم دوران المحرك الجديد.
من ناحية تقنية المحرك، أرى أن محرك التوربو وخاصة في نطاق السرعة المنخفض قد أثر على الأداء قليلا، لكن يمكن التغلب على هذا وتعويض السرعة خلال لحظات قصيرة لتعود بورش للسير بسرعة. التحديثات التي طرأت على بورش أقلقت الكثيرين من محبيها القدامى، لكن في نهاية الاختبار يمكن القول أنها سيارة بورش المألوفة، سيارة رياضية مثالية قادرة على مجاراة العصر، وفي ذات الوقت قادرة على المحافظة على تقاليدها العريقة. تارجا المزودة بقضبان للطي في السقف أفضل مثال على ما نقول. كما رأينا فإن سيارة تارجا إس باهظة الثمن، وهو ما يشكل جانبا ليس في صالحها. هل كنت سأشتريها مثلا؟ نعم بكل تأكيد، فتصميم تارجا الكلاسيكي جذاب حقا، إن مشاهدة كيفية طي السقف فيها تثير الإعجاب. بالتأكيد كان يمكن أيضا رفع السقف ووضعه في مكان ما في المنزل، لكن بالنسبة لسيارة سعرها يبدأ من 130 ألف يورو فإن التقنية المستخدمة فيها بالغة الروعة.